من ساعات هنا في البرنامج ده كنا بنتكلم على الشركات النقل الذكي وعلى اوبر وعلى كريم، وبنناقش البرلمان هيعمل ايه. والنهارده كان في مناقشه في البرلمان، لكن النهارده كان في حادثه جديده. بنت في حدائق الاهرام طلبت واحد من هذه الشركات، انا مش متاكد هو كان شركه ايه، توصيله. ده ابلكيشن في حدائق الاهرام للنقل. ركبت في العربيه، هو رجع بالكرسي لورا ومد ايده من بين الكرسيين ومسك رجلها. البنت استغاثت وقالت له اقف، رفض يقف. في منطقه كان بيهدي، راحت فاتحه الباب ونط من العربيه. تاني، هو ايه الصم البكم اللي مش فاهمين اللي هيجرى لهم؟ هو ايه اللي مش قلقان ان واحد زيه خد 15 سنه؟ ايه الجرأة وايه الهوس الجنسي الغريب ده؟ ايه اللي حصل؟ في الوقت ده كان في اجتماع كبير وموسع بين اعضاء البرلمان مع مسؤولي شركه اوبر، بحضور مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسؤولي جهاز تنظيم النقل الذكي بوزاره النقل، عشان يناقشوا موضوع الحوادث. وكان لجنه الاتصالات النهارده ورئيسها النائب البرلماني الاستاذ احمد بدوي، كان عندهم اكتر من توصيه مهمه، واولها ومن ضمنها الزام الحكومه بضمان سلامه الركاب من خلال وسائل حمايه اضافيه. الغريب ايضا ان مسؤول جهاز تنظيم النقل الذكي بوزاره النقل قال ان هذه الشركات بتعمل واحنا ما اديناهاش ترخيص. يا مصيبتي، ما اديتوهاش ترخيص؟ امال بيشتغلوا ازاي؟ امال موجودين ازاي في الشارع؟ مين اللي اداهم الترخيص؟ مين اللي يتابعهم؟ مين المسؤول عنهم؟ تاني، نحن لسنا ضد الاستثمار، ومع فتح بيوت 250,000، وحتى بالراجل بتاع النهارده احنا بنتكلم عن 4-5، فهي اعداد لا تذكر، ولكن كل جريمه من دول تستحق التوقف، لان فيها حياه انسان مهدد، في شرف انسان مهدد. خلونا نسمع سياده النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بالبرلمان المصري. اهلا وسهلا سياده النائب. اهلا وسهلا، خير، ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ سياده النائب، ما هي اهم النتائج التي توصلتم اليها اليوم في حواركم مع اوبر؟ ما اهم التوصيات التي خرجتم بها؟ الحقيقه خير بالاجتماع النهارده هو لسه خلصان من شويه، كان اجتماع مهم جدا استمر 4 ساعات، كان بحضور نائب وزير النقل لقطاع النقل الذكي، وكان بحضور رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسؤول شركه اوبر رئيس تنفيذي ومدير السياسات العامه. الحقيقه بس عشان وقت حضرتك، احنا يعني هناك فرق ما بين توصيات واجبه التنفيذ وتوصيات احنا صدرناها وخلاص. لا، ما صدر اليوم الحكومه ملتزمه بتنفيذه، اعلنوا ده في الاجتماع الرسمي في اللجنه، على يعني كان اهم التوصيات النهارده إن الحكومة ملتزمة بتوفير سبل سلامة الركاب أثناء متابعة طبعا عمليات النقل اللي بتستخدم بتكنولوجيا المعلومات اللي بنقول عليها وسائل النقل الذكي. أول حاجة، ودي كانت ناس كتير جدا بيطلبوها، إن هيتم التسجيل الصوتي للرحلة. نعم، التسجيل الصوتي للرحله، وده مهم جدا طبعا، بس عشان نوضح، ما حدش يقول انتوا هتراقبوا الناس ولا ايه ولا كلام من هذا، او حد بيتكلم في تليفون في مكالمه شخصيه. لا، التسجيل الصوتي دي مكالمه بتبقى او التسجيل بيبقى مشفر، وبيبقى ما بين غرفه العمليات الرئيسيه لوسائل النقل الذكي. طب هل حضرتك تسالني النهارده، هل كان قبل كده في غرفه عمليات بتربط الكابتن بالشركه؟ لا، للاسف الشديد احنا ما اكتفيناش بكده. خارب ايه؟ لا، ده هناك قاعدة بيانات كمان هتبقى مربوطة بقطاع النقل الذكي في وزارة النقل، عشان الحكومة كمان تراقب. رائع. وتعرف، وده مهم جدا. الجزء الثاني، وكان في كلام كتير ولغط كتير، وكانت الشركة شوية يعني بيقولوا الموضوع ده صعب، لا، احنا النهارده ضمن التوصيات أو ضمن القرارات اللي صدرت استخدام الكاميرات داخل سيارات النقل الذكي لمتابعة الرحلة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية. إذا النهارده دول يعني حاجتين اساسيتين جدا لضمان وسلامه الراكب او عملاء شركات النقل الذكي. ماذا كان الرد على طلب الشركه الوصول لقاعده بيانات الحكومه عشان تعرف الحاله الجنائيه لمن يتقدم اليها من السائقين؟
الحقيقه احنا كان هناك الزام لوزاره النقل وعلى وجه الخصوص قطاع النقل الذكي، فهو مسؤول عن ان هو مسؤول عن هذا الملف. نعم. وده سهل جدا خير بيه على فكره. واحد كان موجود كمان رئيس الجهاز القومي لتنظيم الصلاه، عشان ما يقولش ان الموضوع هيتاخر، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الصلاه قال انا هبدا معاك تطوير الابلكيشن بتاعك من النهارده. الجزء الثالث ده مهم جدا بقى خير بيه. اتفضل. اللي هو الاس يو اس. ايه الاس يو اس؟ اللي هو زر الاستغاثه. وده كان المفروض، وانا بقول لحضرتك بكل وضوح، كان المفروض يبقى موجود منذ بدايه عمل هذه الشركه. النهارده لازم يكون الزر ده موجود في الابلكيشن اس يو اس. النهارده لا قدر الله لو العميل اتعرض لخطر وهو مستقل السياره مع الكابتن، يستخدم او يضغط على هذا الزر وبيكون مربوط بغرفه العمليات الرئيسيه. والميزه النهارده في الاجتماع ان احنا وده كلام يعني في الزام، ان هيتم ربط كمان زر الاستغاثه بقاعده البيانات او بغرفه العمليات اللي موجوده عند قطاع النقل الذكي في وزاره النقل والمواصلات، عشان كمان الحكومه وعند النجده في الداخليه. طبعا طبعا. انا بس عاوز نقطه مهمه جدا خيري بيه. اتفضل. وانا اشدد ده في الاجتماع رسميا، لازم نشيد في وقعتين حصلوا وتم الكشف عنهم خلال ساعات، وسرعه تحريات وسرعه بحث وتقرير وبيان، فلازم نشيد بدور اجهزه وزاره الداخليه في الكشف وسرعه الكشف عن الجرائم. صحيح حصلت. صحيح. اللي بيحصل عندك حاجه غامضه، لا ده تم القبض على المتهم وتم نشر اعترافاته وتم الاعلان عن التحقيقات قالت ايه والتحريات قالت ايه. طبعا ده مهم جدا، لازم نشيد. طبعا طبعا. حاله الشفافيه دي والتعاون والاعلام ده بيفيد جدا. طيب، هل صحيح ان مسؤول النقل الذكي بوزاره النقل قال نحن لم نمنحهم حتى الان ترخيصات؟ هو طبعا قال هذا الكلام، ان هو بيجهزوا او هينهوا خلال الفتره اللي جايه التراخيص النهائيه. في فرق هنا، التراخيص النهائيه بتاعتهم لحين الانتهاء من قاعده البيانات الخاصه بالعاملين. يعني كل السنين دي كانوا بيشتغلوا بتراخيص مبدئيه؟ بيشتغلوا، لانه طبعا احنا ده يعني الزمناهم بانهاء دوت خلال الفتره اللي جايه. وخد بال حضرتك هيبقى في متابعه مننا كبرلمان. ده هياخد وقت قد ايه يا سياده النائب؟ يعني هو خلال ثلاث شهور هيجهزوا قاعده البيانات. والزر الاستغاثه اللي هيتم البدء فيه من بكره يا فندم. من بكره. التوصيات هيتم البدء فيه، على فكره خلال اسبوع هيبقى زر الاستغاثه موجود على الابلكيشن. طيب، ده رائع، ده رائع. خلال اسبوع هيتم تفعيله. اذا حضرتك بتقول ان المنظومه ستكتمل خلال ثلاث شهور. ان شاء الله باذن الله. خد بال حضرتك السيستم كده بالكامل هيتغير. ايوه. يعني كده الابلكيشن بتاعه هيتغير. طيب، ده كلام رائع، ربنا يوفقكم، جهد كبير سياده النايب. في جزء مهم خير بيه ما كانش بيتعمل الحقيقه، اللي هو تحليل المخدرات والكحول. أيوة. قلنا لازم يتعمل في المعامل المركزيه لوزاره الصحه عشوائي شهريا ودوريا كل ست شهور. ده كلام رائع، ده كلام رائع، ده كلها خطوات ايجابيه كان يجب بصراحه تكون موجوده من الاول حفاظا على الناس. لكن هي كانت التحاليل دي بتتعمل في قطاع خاص. كانوا بيعملوها في قطاع خاص. اي حد بشهاده ويجيبها وخلاص. كل سنه. والجزء الثالث وده مهم جدا، لان جانا فيه شكاوى كتير جدا حاله السياره، يعني البحث الفني للسياره، شكاوى كانت مريره من ان حالات سياره الناس العمر. هم كانوا دخلوا اي حد بيقدم عربيه قديمه، عربيه جديده من سنه 90، بعد ما كانوا متمسكين بضوابط الاول بداوا يفكوها يعني. لا خلاص خلاص، هذه الضوابط، وهيكون ده ان شاء الله باذن الله، اعتقد ان شاء الله بعد تنفيذ كل هذه القرارات، وزي ما قلت لحضرتك احنا الزمنا الحكومه بتنفيذها متمثله في قطاع النقل الذكي والجهاز القومي لتنظيم الصلاه، وهيتم تنفيذها من بكره ان شاء الله. سياده النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بالبرلمان، انا بشكرك جدا جدا على هذا الجهد، واحيي لجنه الاتصالات بالبرلمان على سرعتها وعلى استدعاء الشركه وعلى اتخاذ اجراءات ستعمم على كل الشركات العاملة في مجال النقل الذكي في مصر.